الجمع العام اللي كان ديال برشيد اليوم ديال يوسفية برشيد، الفريق اللي علامة استفهام كبيرة، والفريق اللي حشومة وعيب وعار يكون كيمارس كرة القدم الوطنية في الدوري الاحترافي الأول بهذا الوضعية اللي كيعيش. هذا واحد. ربما تكلمنا كثير على يوسفية برشيد، درنا عليهم حلقة خاصة ودرنا عليهم كفريق ككذا، ولكن اليوم غنوجه كلامي بشكل مباشر للسي نور الدين البيضي. شنو بغيتي من الفرق؟ شنو بغيتي؟ عبرنا شنو بغيتي؟ السي نور الدين البيضي كنظن بأنه إذا كان إنسان عاقل وإنسان عنده غيرة على الفريق، فهذا الشيء اللي كيوقع كل شيء بسببه هو، باش نكونوا واضحين. المسألة اللي ضراتني وحزت في القلب ديالي بزاف هي من بعد ما سال الماتش، يعني داك الشيء اللي سمعوا داك اللاعب اللي سجل بيلانتي سلامي صلاح وقيلة، ولا نذكر سميتو مزيان، اللي سجل البيلانتي ما عمرو وقيلة سمعوا في حياته من قبل السي البيضي، ما عرفتش كيسمي راسو مسير رئيس فريق ومدوز الكرة الى بغينا نقولوا سنوات في السير، وما عارفش راه البيلانتي ممكن يتماركا ممكن يتسجل، والطريقه باش ضرب اللاعب البيلانتي طريقه ممتازه، ضربها الجول في جهه الكره في جهه، ضربات في البره وخرجات. انا كنعقل مني بديت كنعقل على الكره، وهذا اغلب نجوم العالم سجلوا بيلانتيات، وفي كاس العالم وفي كاس اوروبا وفي مختلف يعني الدوريات. ما فهمتش كيفاش مشى البارح السبان والمعيور وداكشي اللي ما كيتسمعش في اللعابه كاملين، وبالخصوص في هذا اللاعب اللي ما بقاش قادر حتى يحط رجله يعني في برشيد. فأنا جاي الوضع ديالهم، أنا هاد النقطة بالضبط، هذاك البيضي باش من حق كيدوي مع اللعاب، دابا كيدوي مع اللعاب، شكون أنت باش تهضر مع اللعاب بديك الطريقة؟ وحتى لو كنتي قانونيا مسير باش من حق تسب ليه والديه وتسب ليه عائلته وتسبه هو لأنه سجل بينالتي؟ أنت أش دخلك؟ أنت مسير هذاك اللعاب منه الطاقم التقني، إلا كنتي مسير فين هو المدرب؟ أنت كتقول كتشرف على الفرقة واخا ما عندكش الحق كتجي وكتشرف على الفرقه، داك شكون عاقل كيشرف على الفرقه؟ علاش ما جبتيش مدرب؟ واش انت كتظن بانك انت مدرب؟ راه الفرقه في عهدك وبالتسيير ديالك طاحت للدوزيام ديفيزيون، وبشوها بشوها كبيره ديال عامين عطيتك الماتش. حنا هادشي كنا مجنبينه لاننا كنقولوا كاين الصلح وبغينا ديك الفرقه انها تزيد لقدام، ولكن بسببك وبسبب هاد الاوضاع اللي كدير انت مسؤول على هادشي كامل اللي كيوقع في يوسفية برشيد. انا عارف كتقول لي بسبب العصبة الاحترافية، ولكن هادشي اللي كيوقع بيضي العصبة الاحترافية عطاتو العفو، لو كان شخص عاقل غنمشي. اسمح لي نكمل. اسمحوا لي، العفو ما كيعطيك ما كيعطيك حتى في المغرب. اسمح لي نكمل. العفو كيعطي صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اسمح لي الله يخليك، ملي تعطاه هاد المسألة يمشي ويدير امور اللي هي قانونية وياخذ الفريق اللي بغى ياخذه بشكل قانوني. اليوم اللعابه معشور ما مخلصينش، علاش ما كتخلصهمش؟ ياك انت اللي كتسير، انت اللي جيب المعيد البدني وانت اللي كتريني بالفرقه، علاش؟ علاش ما مخلص اللعابه اربع شهور؟ وعلاش ما جبتيش السكوت على المعيد البدني في بوتوش؟ هذه 12 ماتش. وبالنسبه واللجنه الاخلاقيه هي متورطه، لان الناس ديال الفريق اللي هما قانونيين بالمدني انا ما كيهمني حتى شي واحد، انا كنتكلم على القانون وعلى الوضعيه على الحق على القانوني. مشغول في حتى واحد، كاين مجموعه من الشكايات ضد البيضي للجنه الاخلاقيات، هذه شهر تقريبا لحد الساعه باقي البيضي ما تسعاش. واش هذا البيضي فوق القانون، ولا هذا البيضي مدفوع من شي جهات، ولا هذا البيضي باغينو الصحه ياخذ برشيد فوق القانون؟ ياك نتوما كمسؤولين لا في العصبه لا في الجامعه كتقول خص تطبق القانون مع جميع الانديه وكتحرصوا ودرتوا قرارات اللي حنا شكرناكم عليهم وقلنا قرارات اللي هي صحيحه في الليتيج وفي كذا وكذا، وتجيو اليوم وتشوفوا واحد الوضع شاد داخل واحد الفريق بواحد الشخص واحد داير روينه في المدينه وساكتين وكتفرجوا وما يتسدعش لجنه الاخلاقيات. علاش؟ شكون هو هذا البيضي بغى يكون؟ وباش من حق يعير اللعابه ويسب اللعابه؟ انا عندي دي زوديو ديال اللعابه اللي كلهم دابا عندي اربعه ديال لي زوديو كلهم كيقول لك سالينا الكره في يوسفية برشيد، اولا لانهم ما مخلصينش، ثانيا لانهم مشاو ليتيج، ثالثا لان ما خليتي فيهم غير اللي نساو بالسبان والمعيور. وهذه ماشي تصرفات وماشي اخلاق ديال المسير ديال كره القدم. المسير ديال كره القدم خصو يكون نموذج، يكون راجل، راجل بمعنى الكلمه، راجل بمعنى كيتكلم كيعرف اش كيقول، وباخلاق وبكلمات اللي هي قانونيه وكلمات. اللاعب يسجل الخسران كاين في كره القدم، واش انت ما عمرك الفرقه طاحت في يدك؟ علاش الفرقه طاحت في يدك؟ اذا انت مسير فاشل على هذا الحساب. كاين الطيوح، كاين الطلع، كيف ما نزلات كيف ما طلعات، كيف ما ربحت مباريات وكان واخا اللعابه ما كيترينيوش، خسرات مباراه مع حسنيه اكادير وفيها نقاش في مجموعه ديال الاشياء وجا بيلانتي وتسجل.
راه مجموعه من الانديه جاهم بيلانتي في النهايه ديال هذا وتزقل ما شفناهمش داروا هذه الحاله اللاعبين ديالهم. اسي اسي الحسنيه مشاو وحيدوا مكتب وداروا مكتب وانتخبوا جمعوا مشاو جلسوا مع العفده وداروا هذا والمسائي وجاب مكتب رسمي وطمئن اللعابه ودوز لهم فلوسهم ودخلوا يلعبوا وكيربحوا مزيان وانت ما كاين تخلصهم. ما انت باغي تكون رئيس؟ ما انت باغي تخلي الناس بخاطرهم؟ ما انت باغي تخلي الناس يرأسوا؟ جابوك الناس من جاو الناس العصبه داروك الصلح وتجي في الاخر تحيح اللعابه ما جبتي مدرب ما درتي مسؤوليات وباغي تربح الحسنيه اللي هي درت هادشي كله اللي انت ما درتيش. انا كنوجه كلامي للجامعه والعصبه والقجع القجع بالضبط المباشر. علاش كنوجه ليه هذاك؟ لان الجهد اللي كدير باش ان كره القدم تزيد القدام راه كاينين بحال هاد الناس وبحال هاد النماذج كيهرسوا هاد الجهد هذا وبحال هاد النماذج كيسيئوا لكره القدم الوطنيه وبحال هاد النماذج كيكونوا كيعتبروا راسهم فوق القانون. فما كنظنش بان هاد الانسان بهاد الاخلاق يسب اللعابه ويجي صحه يترمي بفرقه وتمشي ضد شي كاين والسكوت على ما عندناش مدرب وتمشي لجنه الاخلاقيات وما يستدعوش لجنه الاخلاقيات ومجموعه ديال الاشياء ونبقاو كنتفرجوا وكنشوفوا فهاد الفرقه بعد واش هاد الفرقه كتلعب في المغرب. هاد المغرب اللي كتكلموا عليه غياخذ كاس العالم وكاس افريقيا غيحتضنهم هذا هو المغرب اللي كنتكلموا عليه. كتحملوا المسؤوليه كيف ما كيتحملوها المنخرطين لان اليوم كنشوفوا السبان والمعيور في واحد الشخص اللي هو رئيس فعلي ديال الفريق. الا بغيتوا تحيدوا من حقكم ولكن بالقانون اي حاجه خصها تكون بالقانون. حنا ماشي في بلاد ديال السيبه وماشي في قانون الغاب. حنا في واحد البلاد كيحكمها واحد القانون الرياضي 30/09 عنده مجموعه ديال الضوابط خصنا نحترموه الا بغينا نزيدوا بالكره لقدام. ماشي نهار نبغيو نطبقوا القانون نطبقوه ونهار نبغيو نعفطوا عليه نعفطوا عليه. هادشي ما مقبولش هادشي ما مقبولش بتاتا وما يعني ما غاديش تحت اي مبرر ما غاديش يعني نتقبل اي مبرر ان البيض يقول لي كان معصب ولا كان كاعي ولا كان باغي يربح ولا على ذاك اللاعب اللي تيرى البيلانتي سلامي ما كانش باغي يربح. ومن احسن اللاعبين اللي كاين في يوسفيه برشيد بشهاده صحابه اللي وجهوا لي مجموعه ديال لي زوديو كيقول لي ما تقلقش راك من احسن اللاعبين وثق في راسك. وهاد لي زوديو ما عندي على اللعابه شنو كيقولوا على التبهدل اللي تبهدلتيهم البارح فا ومنهم اللعاب اللي انا تكلمت معاه هاتفيا قبل ما ندخل البرنامج قال لي داكشي اللي دار راه حشومه وعيب وعار اننا نتسموا لاعبين ديال وكيتكلموا اللاعبين بلغه كيقول لك ما عندنا حتى ما ناكلو كناكلو المسمن. وكاين اللي كيدير ساعتين باش يجي في الترين باش يجي تريني باش يجي البيضي اللي هو كان موقوف اللي هو الفرقه طاحت في يده اللي هو جاي صحه باغي يسير الفرقه يبدا يسب ويعير فيهم باش من حق باش من حق. حتى واحد ما يقدر يهضر على هاد اللاعبين حتى واحد ما يقدر ينصف هاد اللاعبين وحتى المسيرين الحاليين يتحملوا المسؤوليه باش تخويو الساحه. انت مسير ولا انت رئيس دير خدمتك جيب البوليس جيب عون قضائي سجل الوثائق وجي ومنع هذاك الشخص انه يدخل تما باش من ما كاينش. حنا راه ماشي في بلاد ديال السيبه راه في بلاد ديال القانون. غتجيب البوليس غتقول لهم هذا الشخص كيقتحم هذا المكان لانه ماشي من حقه يدخل ليه هو منخرط بحال المنخرطين. وانت اللي عندك الصفه السي المدني ولا الناس اللي عندهم الصفه يجيو ويوقفوا على الفرقه ديالهم وتسيروا شنو جيبوا عاوتاني. اسمح لي اعتذر وارتاح شويه اشرب شويه اسمع مزيان ما تهربش على النقاش. انت دابا هضرتي بان نبقاو في اللعابه وكيخلينا في النقاش معقول ومنطقي وستريكتورال. العصبه والجامعه فينا هما اشنو هي الفرقه اللي هي عندكم شنو هو وضعوها فينا هو المدرب ديالها فينا هو مكتب ديالها جاوبونا قانونيا جواب قانوني. العصبه والجامعه هذه الفرقه طلعت اولا سمحتوا لواحد السيد كان ما كيدبر راسكم الله يعاونكم درتوا هذه المساله بيناتكم ما كاينش مشكل. شنو هو المشكل المكتب ديالها فين هي الشركه اللي كتسيرها فين هو المدرب ديالها ما هو وضعها سؤال دابا واش هذه التصاور اللي كتشوفوا دابا عاجبينكم واش ما عندكمش اخبار؟ اذا ما عندكمش اخبار هذه مصيبه. انا ما اظن ما عندهمش اخبار الا ما عندهمش اخبار هذه كارثه. انا ما اظن ما عندهمش اخبار. انا اللي عارف بان السي بيضي كان ما مرات رئيس الوفد في المنتخب الوطني المغربي لا ايه شكون اللي كيكون شكون رئيس لجنه المنتخبات؟ سؤال فوزي القجع مزيان دونك انا سؤال واش ما عارفينش دونك هذا كتعاملوا مع الاساس انه رئيس يوسفية برشيد دونك عارف برشيد كتعاملوا لا اللي كتعرفوه برئيس يوسفية برشيد ماشي بنور الدين البيضي اولا اللي كان اكس اكغيك كنهضر على الحاله. هاد الفرقة شكون هي؟ ما هي صفتها؟ شكون هما اللعبة ديالها؟ شكون الرئيس ديالها؟ شكون رئيس الشركة؟ شكون المدرب؟ سؤال خصنا عي جواب ديالو. أما المسائل اللي هضر عليها أكثر من ذلك دارت جلسة
ديال الصلح وعطاوك الشركه، بغاو يعطوك الشركه وتقلبت عليه رفضتي باش انك بحجه شنو؟ نشوف التقارير الماليه ونعرف الفلوس فين مشات ونتحاسبوا معاك انت في الصفقات اللي مشاو لبعض الانديه وخديتي فيهم فلوس. وبلا ما نتكلم على لي ديطاي، لان ماشي انا اللي خصني نتكلم على لي ديطاي، لي ديطاي غيتكلموا عليهم المسؤولين اللي كاينين دابا في الجام العام. الفلوس اللي تخدات اسبيس ومشات ديفيرسات من بعد ما تكتشفت انها خرجت اسبيس، راه القانون كيقول لك 10000 درهم، فوق 10000 درهم شيك، خديتي اكثر من 80 مليون اسبيس من فرقه. باش من حق، باش من حق تاخذ الفلوس اسبيس وتمشي ديفيرسيون من بعد ملي اكتشفوا الناس اللي معاك بان الفلوس خارجه؟ ملي مشيو يطالبوا داك الفريق يقول لي راه كنتسالكم، يقول لك ما تسالونا والو، عطينا السيل بايدي كذا وكذا وكذا وهاش خدا. وهاد لي ديطاي ما انا ما بغيتش نتكلم عليهم، لان اللي خصني نتكلم عليهم هما الناس المسؤولين اللي عندهم التقارير الماليه واللي عندهم وقتاش فيرسيتي الفلوس ملي تكتشفت هاد المساله باش تدرك على انك خرجتي فيرسيتي 60 في 65. المهم هادي اشياء ما غنتكلمش فيها، اللي غنتكلم فيها الا كنتي فعلا باغي الفرقه عطاوها لك. ولكن قلت لهم طالع على التقارير الماليه، علاش انت ما كانوش كيطالعوا على التقارير الماليه ديالك؟ وعلاش ما كانوش كيطالعوا؟ لا تبرر هاد لا من حقه، اي دير شي حاجه من حقه، هذا حق بغيت من حقه. اللي حق، اللي حق هو انه يجي يسير الفريق بالاحترام وبالاداب. انا ما كيهمنيش انايا يكون حقه ولا ما يهمني، ما يسب حتى شي لاعب. اكزاكتلي ما عندوش الحق يسب شي لاعب ولا يسب ليه مو لاعب. اللاعب خصو يكون رجاله، اللي راجل ما تيرضاش بالسبه، يدخل يبدا يسف لاعب حقه يحقر عليه. اللي راجل ما تيرضاش بالسبه. عرفتي اش قال ليه؟ قال لي انت جابوك ليا، شكون انت بعدا؟ انت من انتم؟ شكون انت بعدا اللي كتكلم على اللاعب هذا؟ انت اللي راجل ماشي رئيس، انت منخرط ماشي رئيس. ولو كنتي رئيس وراه انت سئتي لكرة القدم في شحال من مرحله، راه بسببك منعوك انك تبقى تريح في المونتوش. كنتي كتريح في المونتوش، رئيس اول رئيس كيريح، اول رئيس في مدرب في امين المال في كاتب عام في كل شيء، كتريح في المونتوش. راك شوهتي بسمعة كرة القدم الوطنية، بركة من هادشي. حاول تصلح راسك بعدا وصورتك باش تخرج على الناس الصورة اللي هي جيدة. ونقول لك واحد القضية، حنا مرحبا بك تجي هنا في أي وقت بغيتي. تغدا أنا بغيت ندير لك حلقة خاصة، ما كاينش مشكل. مرحبا بك تجي ونتناقشوا في هادشي كامل، إلا كان هادشي اللي كنقولوا غال، أجي واجهنا وقلنا هاد المعطيات ماشي صحيحة، وها اللي صحيح واللي كاين واللي ماشي كاين. وراه بنتي في الفيديو راضي على داكشي اللي كيديروا دوك الناس بين قوسين ما غنسميهمش حياحة. ما عرفتوش منخرطين ولا حياحه ولا من صفه داخل، ما عرفتش بالضبط، ممكن يكونوا منخرطين ما راضينش على الوضعيه من حقهم، ولكن ماشي بهذه الطريقه هذه بالغوات والمضاربه باش سبانوا معيور باش غادي تحيد المكتب الحالي.